بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة كنت طرحته من يومين عن وظائف الكلى في هجن السباقات، وإيه هي الفحوصات اللي بعتمد عليها بشكل أساسي في تحديد وظائف الكلى، وكلمنا إن هما فحصين مهمين جدا، هما الكرياتينين واليوريا. وكان السؤال هل إن الفحصين دول مرتبطين ببعض ارتباط وثيق، يعني ما ينفعش الاثنين، واحد يكون مرتفع واحد طبيعي، أو واحد مرتفع وواحد منخفض. بداية لازم أعرف كل واحد من الفحصين دول، نعرف نفهم الفحص ده الكرياتين ده بيتكون إزاي. أولا الكرياتين ده عبارة عن ناتج تمثيل غذائي لبروتين البروتينات، وخاصة اللي هو الكرياتين، وبينتج بشكل كبير جدا في العضلات، ويتم إخراجه عن طريق اليورين باستخدام الرينال فلتريشن. اما اليوريا فبيتم عن طريق حاجه اسمها اليوريا سايكل، واتكلمنا عنها في فيديوهات قبل كده، ان اليوريا سايكل دي بتبقى عباره عن ناتج التمثيل الغذائي للبروتين، وبيحصل ان ناتج هضم البروتين بيكون عباره عن امونيا في الدم، الكبد بتحول الامونيا الى يوريا، بيتم اعاده فلتره لليوريا عن طريق الكلى، وبترجع اليوريا تاني للدم، وعن طريق السلايفة بتصل للكرش، وبيتم إعادة إنتاج أمينو أسيد عن طريق الميكروفلورا. إذن في مسارين مختلفين لكل فحص أو لكل ماركر من الليفر، من آسف من الكيدني فانكشن تيست. ولكن السؤال بقى هل الاثنين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق؟ الإجابة هناك اختلاف في المسار. زي ما احنا اتكلمنا الكرياتينين هو أكثر ثباتاً، وهو يعتمد بشكل أساسي على الماسكولار ماس بتاع الحيوان، ويكون إنتاجه بشكل ثابت يوميا، عكس اليوريا اللي بيحصل فيه تغييرات كبيرة جدا على حسب التغذية وعلى حسب الشرب. لو قل الشرب أو قل جودة البروتين أو زاد نسبة البروتين بجودة أقل، كل ده بيساعد على زيادة اليوريا سايكل وزيادة اليوريا في الدم، بينما الكرياتين يظل ثابت. أما الكرياتين فبيرتفع في حالات التغيرات المناخية، في حالات المرضية، لو في أي إصابات في الكلى، وده بيكون حاجة مميزة للكرياتين أكتر منه كمان في حالة اليوريا. أما بيكون في الكرياتين كمان بعض الارتفاعات اللي بتكون ارتفاعات مرضية مصاحبة لطفيليات الدم زي التريبانوسوما والسيليريا، كمان بيكون بعض الميتابوليك ديس أوردر زي الرومن أسيدوزيس ممكن يؤدي إلى زيادة الكرياتين، عكس اليوريا اللي بيكون زي ما قلنا هو اكتر فيسيولوجي، التغيرات بتاعتها تغيرات فيسيولوجية. وبالتالي فهناك فروق واضحة جدا ما بين الكرياتينين واليوريا، ولكن بيتفقوا الاثنين ان هما احد اهم الفحوصات اللي بنستخدمها في تشخيص وظائف الكلى في هجن السباقات. في حاجة مميزة كمان بالنسبة لليوريا بالنسبة لهجن السباقات، هو ان الادوية زي ما اتكلمنا عن الكرياتين، فايضا استخدام ادويه زي النان ستيرويد وزي الاستيرويد زي الديكساميثازون فلوميثازون بيأثر على عمليه الفلتريشن، وبالتالي بيأثر على معدل اليوريا في الدم. اذا الخلاصه ان احنا الفحصين مهمين جدا، ولكن انه يكون الارتباط وثيق بيناتهم. ما نستغربش لما بيكون في الكرياتين عالي واليوريا طبيعي، او ان اليوريا طبيعي الكرياتين طبيعي واليوريا مرتفع، هذا شيء وارد. اخر حاجه ان اليوريا احيانا تكون منخفضه بشكل كبير، وده بيكون غالبا مصاحب يا اما رينال فيرير لو في اي فشل كلوي، او في حال لو كان في مشاكل في الكبد، بما ان الكبد هو المسؤول عن تخليق اليوريا. شكرا لحسن استماعكم.